ما قد وريتكم الدروع حقتي، فهذه الدروع حقتي وبس والله. نعم انا فكرت رجعنا فيديو جديد، واليوم التيك توك التيك توك التيك توك تيك توك. زي ما تشوفون الفترة الأخيرة تيك توك منتشر في كل مكان بعد ما كان ميوزيكلي. طبعا احنا سوينا عليه فيديوهات مرة كثير، فقررت اليوم انه انا اشوف متابعيني شو ينزلون في التيك توك. طبعا انا اعرف في حسابات في التيك توك ينزلون ويقولون ان شاء الله ما حد يشوف التيك توك هذا، فان شاء الله نلقى واحد من الحسابات هذه. خلينا نشوف الكرنج. قبل لا يبدا الفيديو لو سمحت اضغط زر اللايك اللي تحت واشترك في القناه وفعل زر التنبيهات. انا خلاص يعني رجعت لليوتيوب، اعرف ان كنت ساحب وزكي والمشاهدات طايحه، بس يعني نرجع يعني خلاص انا رجعت. المهم رجعت، اتحدى نوصل هذا الفيديو 5000 لايك. نعم احلى قدها. بس خمسة، بس خمسة. هذا اللي متابعيني كذا، انا متابعين نقعد نفرفر كذا او بنختار واحد عشان ما تقولوا انا اخترت انا. حسابه برايفت وعنده لايكين. نزل فيديوهات بس ما يمدينا نشوف. اهلا بسم الله نشوف. هذا حتى هم عندهم شنوب. شكرا شاف الفيديو الاخير. انا ما ادري ايش قاعد يصير، بس المهم مستعملين الفلاتر حق التيك توك كلها. اقيمه 10 من 10 من الحين. شاف الفيديو الحق الاخير حق الشنب. نعم قرر يدعمني وشارك في الموضوع. قاعدين يستنزلون. لا 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 اقعد اقعد تكفى. لا 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 استنزل الولد. رب الباكستانيين عليهم فيديوهات، لازم يكون 50 واحد بالفيديو. انعميت انعميت، ما في افكت ما استخدمه. اقيم هذا الحساب، طبعا هذا الحساب صار عزيز على قلبي، اقيمه 10 من 10 من الحين. ابن امه احد يقول لي شيء، انا اقيم لك ايه؟ هذه بنت مسويت لي فولو. عشرة من عشرة شرم بنات. دقيقة صفر من عشرة سكب. ليش العالم كلها تستنزل؟ يبوه يا الباكستانيين يتابعون كثير والله فعلا. الحين انا ما افهم ليش دائما الباكستانيين بالتيك توك يسجلون كذا مليون واحد يمشون مع بعض وكذا ويسوون سلو موشن. ओलन आदतें इतनी खराब है कि पानी भी पीऊं तो लोग शराब खराब है यानी खराब आदतें इतनी खराब हैं कि पानी भी पीऊं तो लोग शराब समझते हैं मैं चुप रहता हूं ज्यादा शराब दो कोड़ी के लोग खुद को मेरा बाप समझते हैं يا اخي مو قاعد القى فيديوهات في التيك توك كلهم مسوينه برايفت اولن تفعل علي انت ها شلونكم يا شباب؟
وات وش قاعد تصير بالضبط يا عيال؟ انا في الدارك ويب حق التيك توك انا عايش. وش السالفه؟ اقيم 10 من 10 عشان ها سوي له لايك. حتى انتو سووا لايك ببلاش ترى، يعني ما راح ياثر. هذه من في البرزي هي تابعني. نقيم، ما احتاج اقيمها لان تعرفوا تقييمي من الحين. متابعين اللي يتابعوني ما ينزلون فيديوهات، بنسوي هاشتاج اسمه موها، باكم انتو تحطون فيه فيديوهات تيك توك، تمام؟ هذا ايش بالضبط؟ ما هذا بحق الجحيم؟ ديام داير فرقص كل شي فيه يهز. انا ما ادري ايش قاعد يصير. الذين في القاع لا يسقطون، انت في القاع، فانا مضطر انزل لك القاع اعطيك على افاتش وارجع اصعد للقمه مره. ليش حط سفره فوق راسه؟ تشوف القطوه خلاص يا بقاط مص مصب. تخيل يدخل عليه واحد من اهل الغرفه ويشوف شكله هو قاعد يرقص بموت. شو انا ما بتكلم عليه بصراحه، بس دائما اللي صار كذا فيهم شيء ملدوعين. وربي بكم وربي هذا اللي ودي اضمه للكوليكشن حقي حق بكم، ودي احطه بالكوره واخذه. يا كان مودي نايم ولا كذا مكسل ولا مالي خلق ارميه. والله دائما القصار راح اشوفهم بكمونات كذا، العيال القصار يضحكون اقسم مخلوقات غريبه. مو بعساني الطويل اقول هالكلام، بس اخويا القصار بعد اشوفهم كذا تعرفون. ما ادري انت شوفوا اي فيديو من فيديوهاته تحس تو كرامي من كوره. شوف شوف اجمعوا الفكيمون سلاحي الملي. شو حتى الصورة حقته تهز. قول واخلص، ترى واصلة عندي هني. ألا دمي لحم ولا دداد؟ أنا ما أدري عنكم بس أنا جسمي قشعر. إذا قطوتك سمعت هالصوت وجتك يعني تبي تحميك. يا عمي قطوتها قامضة. أنا ما يدخل ما يدخل. سهائل إنها غبية غبية، أقسم بالله ما عمري شفت أغبى منها على خبث. سهائل إنها غبية غبية، أقسم بالله ما عمري شفت أغبى منها. هذا ليش قاعد يطلع لي في كل مكان؟ معليش والله معليش، بس متابعيني نازل المستوى حقكم. يعني ايش الفيديوهات ذي بالله؟ حطوا في هاشتاج ما فيديوهات زي الناس، نبي رياكشن حلو. نبغى نقيم 10 من 10 ترى لحد الحين تقييم ما في الباكستانيين اللي بالبدايه 10 من 10 من الباقيين. يا عمي تسليك وش ذا؟ معليش يعني والله، بس اتوقع خلاص وصلنا نهايه الفيديو. عندي فكره، تبوني اسوي رياكشن على مين في التيك توك؟ اعطوني واحد مشهور. تبوني تحت بالكومنتات مين تبون اسوي رياكشن عليه. وصلنا لنهايه الفيديو، اشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد. لا تنسون تضغطون زر اللايك اللي تحت، اذا مو مشتركين بالقناه اشتركوا اشتركوا. سلام يا ولد ويا بنت يا حلوه ويا حلو. والله على الفيديو هذا، لكن والله مو مني مو مني من التيك توك حقهم. التيك توك فيديوهات في التيك توك صارت خايسة، ولا أنا يمكن يا متابعيني لا ينزلون فيديوهات حلوة.
الله ما يدري ايش السالفة، بس ان شاء الله الفيديو اللي بعده نجيب لكم فيديوهات سبايسي.